السلام عليكم ورحمة الله، معكم معتصم من قناة تقنية الاندرويد. في موضوع من سلسلة أفضل تطبيقات للاندرويد حنتطرق إلى شرح ثلاث تطبيقات، هي من التطبيقات الجميلة جدا بإمكانيات العالية الممكن نقدر من خلالها نقدر نستفيد استفادة قصوى في الهاتف الخاص بنا، وخصوصا التطبيق الثالث والتطبيق الأول يعني بجد هي بإمكانيات عالية. كالعادة طبعا رابط تحميل التطبيقات حيكون أسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله. إذا حبيت الفكرة وحابين إنك تاخذ معايا التجربة أتمنى إنك تشاهد الموضوع للنهاية، وإذا كان زرت فيديو أول مرة في القناة أتمنى منك دعمي بالاشتراك أو عمل لايك لي او تعليق سلبي ايجابي برضه حافزني للاستمرار الى الامام. فاصل صغير وانا واصل. التطبيق الاول هو من اروع واجمل التطبيقات الممكن نستفيد منه استفاده قصوى بالنسبه للامكانيات الموجوده في البرنامج للصور الموجوده عندنا. والبرنامج طبعا بيحتوي على العديد من الاشكال او بالمعنى الاصح العديد من القوالب الموجوده في البرنامج، وبكل سهوله ممكن اختار اي صوره موجوده عندنا في الهاتف ونضعها في القالب او الشكل الموجود عندنا. وطبعا البرنامج بيحتوي على العديد من الاقسام، في كل قسم يوجد فيه العديد من الاشكال موجودة في البرنامج زي ما شايفين أمامنا. يعني بجد هو برنامج خرافي، برنامج جميل جدا ممكن نستفيد منه استفادة قصوى بالنسبة للصور الموجودة عندنا. خلونا نختار شكل من الأشكال الموجودة، على سبيل المثال ممكن نختار الشكل ده، وإدينا خيار بالنسبة لاختيار الصورة إذا كان من الصورة الموجودة عندنا في الهاتف أو ممكن من الكاميرا أو من الصورة الموجودة عندنا في البرنامج، وننتظر لحظة عشان يدمج لنا الصورة اللي احنا اخترناها بالنسبة للشكل زي ما شايفين أمامنا. أدانا بشكل جميل جدا، وفي الأسفل طبعا بدينا بعض الأدوات بالنسبة لتحرير الصورة إذا كان من تغيير حجم الصورة من الطول أو العرض، أو ممكن نغير البرواز بالنسبة للصورة، أو نغير الألوان الموجودة في البرنامج بالنسبة الفلاتر زي ما شايفين امامنا. بدينا بشكل جميل جدا، ورغم برضو البرنامج يتيح لنا الامكانيه باضافه ملصقات، اضافه نص معين. يعني بجد هو برنامج متكامل، برنامج جميل جدا وبامكانيات عاليه ممكن نقدر نستفيد استفاده قصوى بالنسبه للصوره الموجوده عندنا في الهاتف. وفي الأسفل مدينا السهم طبعا بالنسبة لحفظ الصورة في الاستوديو، أو ممكن نعمل بها مشاركة مباشرة بالنسبة لأي شخص حاب إنك تشارك معه الصورة. وكالعادة طبعا رابط تحميل البرنامج بالنسخة الاحترافية حيكون رابط أسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله. بنمشي إلى البرنامج اللي بعده. التطبيق الثاني هو من افضل واروع التصميمات الممكن يجعل لنا شاشه الهاتف الخاصه بنا مختلف اختلاف توتال من الطريقه السابقه بالنسبه لتصفح الهاتف في شاشه الهاتف بواسطه برنامج الكلوب. طبعا بعد ضبط لانشر معين او مشغل اذا كان من الهاتف، مشغل الهاتف الاساسي او مشغل من الخارج، يعرض لنا الخلفيه بالنسبه لبرنامج كلوب بالملحقه او التصميم المعروض امامنا بشكل جميل جدا. وراغب طبعا هنا يطلب مننا التمرير من اليمين الى الشمال لتكوين اربع صفحات بالنسبة للتمرير في التصميم. ويتيح لنا البرنامج طبعا العديد من الامكانات بالنسبة لي اذا كان مشغل ميوزك، اذا كان تصفح اخبار، اذا كان اظهار بعض التطبيقات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي زي ما شايفين امامنا. بنمرر من اليمين الى الشمال تظهر لنا العديد من الخيارات بالنسبة زي ما شايفين امامنا، وبرضه هنا ظهرت عندنا حالة الطقس وبعض التطبيقات الموجودة في البرنامج. يعني بجد هو من التصميمات الجميلة جدا والراقية الممكن من خلاله يعني يعطينا شكل جميل جدا وراقي بالنسبة للشكل للهاتف من الخارج. هنا طبعا بالنسبة لي عرض حالة الطقس زي ما شايفين هنا متحركة بشكل جميل جدا وراقي، ويعرض لنا بعض التطبيقات ان احنا ممكن نستخدمها بشكل يومي اذا كان من التويتر. هنا طبعا الاجندة والتاريخ، وفي نفس الوقت بالنسبة لي المناسبات، بالنسبة لي التنبيهات، هنا برضو بالنسبة لي مشغل الميوزك، والصفحة الاخيرة بالنسبة لي عرض الاخبار. وطبعا بالعديد من الاجسام اذا كان اخبار رياضية، اخبار ثقافية، اخبار تكنولوجيا. يعني بجد هو من افضل واروع التصميمات ممكن نستخدمها في شاشة الهاتف الخاص بنا، يعني شيء خرافي، شيء جميل جدا. طبعا التصميم هو من التصميمات المدفوعة القيمة، لكن حتحصل على رابط تحميله أسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله.
وفي السيتنج بالنسبة لي تحكم التصميم في الهاتف من ناحية تغيير الخلفية أو من ناحية تغيير الألوان زي ما شايفين هنا في الأعلى، مدينا العديد من الألوان ومدينا الخلفيات زي ما شايفين هنا ظهرت عندنا في الخلفيات شاشة الهاتف بشكل جميل جدا وراغب بالنسبة لي التصفح إذا كان من الأخبار أو من الميوزك أو من بعض التطبيقات، والبرنامج برضو يتيح لنا ممكن نغير الخلفية بالنسبة لي اللون الغامق زي ما شايفين هنا بشكل جميل جدا وراغي، وهو زي ما ذكرت لكم هو من التصميمات الجميلة جدا الممكن نقدر نستفيد منها استفادة قصوى في شاشة الهاتف الخاص بينا. التطبيق اللي بعده هو تطبيق خاص بالخلفيات ومن افضل التطبيقات بالنسبه لي، الخلفيات بجوده عاليه وبيجد فيه العديد من الاجسام اذا كان ايمي اذا كان ديفايس اذا كان كار، يعني كميه خرافيه جدا من الخلفيات بجوده عاليه، وفي نفس الوقت يعني التطبيق هو تطبيق مجاني تماما، ممكن تحصل على رابط تحميله اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله. طبعا بعد ما نختار الخلفية وبدينا علامة الزائد هنا في بعض الخيارات بالنسبة لي اختيار الخلفية إذا كان الأبل مباشرة بالنسبة لي تعيين الخلفية إذا كان في الشاشة الرئيسية أو شاشة الغفل أو شاشة الغفل هو الرئيسية ما ننتظر لحظة عشان يحمل لنا الخلفية. كده اتسطبت اوريدي بالنسبة لي خلفية الشاشة زي ما شايفين هنا بشكل جميل جدا وفي درجة وضوح و 4K، طبعا كل الخلفيات الموجودة بي بجودة 4K وبيوجد فيه العديد من المميزات في البرنامج بالنسبة لي اختيار الخلفية. على سبيل المثال برضو نختار الخلفية الذي زي ما شايفين هنا، يعني بجد هو تطبيق جميل جدا ويغنينا عن اي تطبيق اخر بالنسبة لي اختيار الخلفية للهاتف الخاص بينا. في الخيار الاخير طبعا بيوجد فيه ميزه جميله جدا بالنسبه لاختيار الخلفيه من الالوان الموجوده في البرنامج، وفي نفس الوقت يتيح لنا البرنامج بالنسبه لاختيار الالوان اذا كان لون واحد او لونين متراكبه مع بعض من الاسفل الى الاعلى زي ما شايفين بشكل جميل جدا وراغ، وفي نفس الوقت الالوان ممكن تكون باليمين او بالشمال او من الاعلى او من الاسفل، يعني حسب التركيبه بالنسبه لاختيار الالوان الموجوده في البرنامج بالنسبه للخلفيه في الهاتف. لحد هنا طبعا درسي انتهى، اتمنى انه يكون الدرس عجبكم والتطبيقات، وطبعا للعلم انه كل التطبيقات رابط تحميلهم حيكون اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله، واتمنى بالنسبة للناس اللي بيشاهدونا اول مرة الاشتراك في القناة، واشوفكم في امان الله.